بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نعمل مثال جديد. احنا كنا اتكلمنا على الابستراكت كلاس، المرة دي عايزين نتكلم على نفس الابستراكت كلاس بس عايزين نوضح شوية حاجات. انا لو عندي اوبن كلاس مثلا سميته بيرسون، وده اوبن كلاس يعني كلاس عادي وارد ان انا اقدر اورث منه، تمام، وعملت فيه فاريبل مثلا على سبيل المثال سالري، والسالري دوت حطيت فيه مثلا زيرو الديفولت، وعملت فانكشن تانية اوبن برضو عشان لو انا عايز اعمل لها اوفررايد، سميتها انوال سالري اللي هو المرتب الايه السنوي. المرتب السنوي بسيط جدا، عبارة عن المرتب الشهري مضروب في 12، 12 شهر هيطلعوا لك المرتب السنوي بتاعك. فالفكرة بس ان في فانكشن اسمها انوال سالري بتريتريف ليا المرتب بتاعك مضروب في 12 على اساس دوت بالنسبة لها المرتب الايه المرتب السنوي. فانا بعد البلاس كده وما قال ايه سالري ايه ملتبلاي ايه على طول 12 وخلاص وسيمي كولون كده، انا خلصت مثلا كلاس عادي جدا اسمه بيرسون. طيب هعمل بقى كلاس تاني ابستراكت، خد بالك بقى كلاس اللي اسمه ابستراكت ده هعمله سميه ريبريزنتيتيف، واخلي اللي هو مندوب مبيعات او مندوبين، وهيورث من البيرسون. يعني الوقت الابستراكت قدر يورث من كلاس عادي، الكلاس العادي فيه امبلمنتيشن مفيش مشكله، الابستراكت مش لازم يكون كل الفانكشنز كلها ابستراكتد، لا وارد يبقى فيه فانكشنز اللي زي ما قلنا ممكن يبقى فيه فانكشن معمول لها امبلمنتيشن. فعملت ايه بقى جوه الابستراكت بتاع الريبريزنتيتيف او جوه الكلاس بتاع الريبريزنتيتيف؟ عملت فاريبل سميته كوميشن، العموله على ان كل مندوبين مبيعات بياخدوا عموله، وحطيت النسبه بتاعتها او حطيتها دلوقتي مبدئيا بصفر، وعملت ابستراكت اوفر رايد. ابستراكت اوفر رايد يعني بعيد صياغه الايه الفانكشن كانت موجوده كان اسمها انوال سالري، فانا عملت ابستراكت اوفر رايد للفانكشن معناها ان انا عدت صياغتها وخليتها ابستراكتد رغم ان هي كانت في الاول اوبن فانكشن عاديه جدا اسمها انوال سالري. شلت بقى كل الامبلمنتيشن اللي هو عايز نعملها، قلت له لا لا احنا عايزينها كده ابستراكتد زي ما هي بالظبط، هي عباره عن ابستراكت انوال سالري بعد ما كانت ليها امبلمنتيشن بقى ملهاش امبلمنتيشن. واجي وما عامل كلاس تاني يورث المره دي من الابستراكت كلاس، الابستراكت كلاس زود الكوميشن وغير الانوال سالري كفانكشن خلاها بدل ما كانت اوبن فانكشن بقت ابستراكتد فانكشن. عملت السيلز مان راجل البيع، وراجل البيع دوت قمت مغير فيه ايه، قلت له عايزك بس تحسب لي او تظبط لي الفانكشن اللي اسمها انوال سالري بالطريقه بتاعتك انت، هو بس كل اللي هيعمله ان هو ورث كل اللي موجود، كل اللي موجود في الريبريزنتيف اللي هو عباره عن كل اللي موجود في البيرسون بلس كل اللي موجود في الريبريزنتيف، وهيغير في الفانكشن اللي اسمها انوال سالري هيطبع ايه، هيطبع بس المرتب، بس المرتب بس السنوي والمرتب مضروب ومعاه كوميشن السنوي عشان يبقى مجمل المرتب السنوي هو عباره عن المرتب الاساسي كله بلس الايه المرتب اللي هو عباره عن الكوميشن. عشان اعملها عملت ايه؟ قلت والله انا هجيب السالري في 12 ده كده المرتب السنوي العادي، عايز اضيف ليه بقى الكوميشن فاعمل بلس وهم عامل حسبه بقى الايه الكوميشن اللي هو عباره عن السالري اللي هو الشهري مضروب في الكوميشن، فكده هيجيب لي عموله الشهر، كده هيجيب لي عموله الايه الشهر، وبعد كده ضربتها في 12 فيجيب لي عموله الشهر، لا كده جاب لي عموله السنه، يبقى كل المرتب كله زائد الايه العموله السنويه كلها، الاثنين كده بالنسبه لي بيمثلوا الايه بيمثلوا المرتب بتاع الراجل سيلز مان اللي هو عباره عن المرتب الشهري الثابت بلس الايه العموله اللي هي بالنسبه له برضو في السنه. وعرفنا فانكشن عاديه جدا بتاعت المين عشان استرعي ان انا اشتغل بيها، طبعا مش عارف اشتغل على البريزنتيف خالص لانه دوت ابستراكتد، لكن كل اقدر اشتغل عليه اما بيرسون بشكل مباشر وده في الحاله دي هيرجع لي مرتبه العادي، او هشتغل على ايه على سيلز مان وفي الحاله دي هيرجع لي مرتبه بلس الكوميشن اللي موجوده له. فانا عرفت اوبجكت سميته بي وده عرفته من البيرسون، واديته السالري بتاعه مثلا 7000 مثلا على سبيل المثال، يبقى السالري بتاعه اللي هو هيتضرب في 12 يعني يضرب 7000 في 12، فعشان كده قلت له بي دوت انوال سالري عشان يطبع لي الراتب الايه السنوي. طيب هعمل نفس الكلام تاني بس مش من البيرسون، هعمله بقى من مين؟ من السيلز مان، فعرف فاريبل اس او اوبجكت اس، وبدل ما هو كان متعرف من البيرسون ككلاس عرفته من السيلز مان، وادي اس دوت سالري وادي اس دوت انوال سالري. انا عايز بس اغير حاجه ان انا اضيف الكوميشن ولا ايه؟ احنا ضفنا السبعه خليها سبعه مش مشكله. تعالى ايه نخش على الكوميشن ونديله كوميشن مثلا وليكن 10% عشان تبقى واضحه. خلاص
وبكده اهو ظبطت السيلز بيرسون بتاعته المرتب، انا خليته 7000 و7000 عشان تلاحظ الايه الفرق. ابر ريبريزنتيف زي ما اتفقنا مش هنقدر نعمل منه اوبجكت، انا بس عملت 7000 7000 بس عشان اوريك ان في فرق هيزيد عند بتاع سيلز مان اللي هو بالنسبه له النسبه بتاعته. زي ما احنا شايفين الانوال سالري كان طالع 84000، هنا طلع 92400 اللي هو الفرق بتاع عموله البيع الخاصه بالسيلز مان.